من الاصدارات المحترمه لشركه طبعا تدروا يا جماعه، انتوا مش متخيلين يعني. هي القطعه اللي معانا متواضعه، ولكن يعني براند يساوي الرولكس. يعني انتوا متخيلين يعني ايه ساعه؟ يعني عايز اقول لكم، هي برضو الدول العربيه والخليج احيانا بيبقى في براندات فيها مش معروف. قطع رونسون بالباكينج الاصلي، الكتريك بليت جولد، بند من البنود الجميله، شركه من الشركات المحترمه رونسون، وقطعه من القطع الجميله مطليه بالذهب، جنيه واحد ان شاء الله على البند، والبند بدون رجوع في الباكينج الاصلي. احمد بيحسن منور المزاد، وبدا المزاد على البند، وعايزين نسخن كده عشان يومنا مليان مفاجات. تل ايام عارف تل على مزايدة عندي حتى الآن هي 600. ستمية وخمسين عام مستر عبد الجواد، أعلى مزايد عندي في قطعة من إصدارات رونسون. مستر محمود النجار منور المزاد، وكل متابعينا الكرام دايما منورين. و700 أعلى مزايد عندي حتى الآن. مستر أحمد جمال منور المزاد، وأعلى مزايد عندي قبل جنابك هي 700 عند مستر هيثم. و50 800 دلوقتي عند خالد بي مجدي، أعلى مزايدة لقطع رونسون في الباكينج الأصلي خاص برونسون، وبند من البنود الجميلة اللي معانا في مزاد هاليوم. واصل حتى الآن إن شاء الله لأعلى مزايد مستر خالد مجدي ب 800، 850 دلوقتي عند مستر عبد الجواد، 850 على ونح، 850 850 على دوي، 850 حد عنده زيادة، حد مهتم بالبند، أعلى مزايدة عندي حتى الآن هي 850. آند كل يوم البند الجاي محاولة من دولة الهند لتحدي طبعا دول احتكار الساعات من سويسرا واليابان والصين، ويمكن شفنا التحدي الهندي في العربيات في المهندر لما حاولوا يعملوا عربية تكون تتصدر وحاجة تتطلب. وهنشوف النهاردة ساعة يمكن من الساعات والبراندات اللي الهند أجادت بصراحة في صناعتها وفي صناعة الستايلات الخاصة بيها. خلونا نرجع لمزادنا ونشوف وصلنا، كنا واصلين 850 عند مصر عبد الجواد، وأعلى مزايد مصر عبد الجواد بالفعل ب 850 وخمس ثواني، حد عنده زيادة، حد مهتم بالبند. دروع هي أعلى مزايدة عندي حتى الآن مستر عبد الجواد، ومبارك على صاحب أعلى مزايدة قبل الكومنت. وما شاء الله بند مميز بسعر مميز رونسون بالباكينج الأصلي ب 850، مبارك عليك يا طيب.